بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الثامن من مادة الدراسات الإسلامية للصف الثالث الابتدائي بعنوان حج بيت الله الحرام، المنهج الجديد، الفصل الدراسي الأول. ما الشهر الذي يحج فيه المسلمون بيت الله، بيت الله الحرام؟ شهر ذي الحجة. أهداف هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على الحج، معناه وأشهر الحج، وسنتعرف على فضل الحج والدليل على الحج من القرآن الكريم، وفضل من يحج إلى بيت الله الحرام. أين يقع بيت الله الحرام الذي يحجه المسلمون؟ في مكة المكرمة. ومكة المكرمة تقع في المملكة العربية السعودية. في نقطتين تحت الياء في شهر ذي، بس مش باينين، عشان اللي مش واخد باله أبينهم أهو. أهم. تمام كده. شهر ذي الحجة وفي مكة المكرمة. معنى حج بيت الله الحرام التوجه إلى مكة المكرمة في أشهر الحج لأداء المناسك تقربا إلى الله. التوجه إلى مكة المكرمة في أشهر الحج لأداء المناسك تقربا إلى الله. أشهر الحج الشهر الأساسي ذي الحجة، وفي ناس بتروح من شوال وذي القعدة، دول الثلاث أشهر، لكن الحج نفسه بيكون في شهر ذي الحجة. في ممكن واحد بقى يروح يعمل عمرة ويفضل قاعد هناك من شوال، ويبقى قاعد وبعدين يرجع يتحلل ويحرم تاني وهكذا. الدليل على وجوب الحج قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى الله عز وجل فرض علينا الحج، بس بشرط أن تستطيع أن تحج، من المال، يكون معك فلوس، يكون عندك صحة تقدر تروح، يكون الطريق آمن، ويكون الشروط متوفرة حتى تسمح لك الدولة. هذه اسمها إيه؟ من استطاع إليه سبيل، من استطاع ماليا وصحيا وطريق آمن والسبل بالتصريح اللي يوصلك إليه. الحج عبادة يجب فيها الإخلاص لله تعالى والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رايح علشان تخلص نيتك لله، تحج لله، وليس حتى يقول الناس قد حج فلان أو حجت فلان. واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تفعل كما كان يفعل، لا تخالف في أداء المناسك، لا تقدم ولا تؤخر ولا تقلل ولا تزود عن الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان يرمي مثلا 7 جمرات، في الجمرة الأولى، 7 في الثانية، 7 في الثالثة، اليوم الأول، اليوم الثاني، هكذا نقتدي به في الأوقات وفي كل شيء. الطواف 7 أشواط، ما زودش أنا ولا أقلل. هذا معنى الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الحج: الحج المبرور جزاؤه دخول الجنة، والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني لو أنت رحت حجيت وربنا تقبل حجك، جزاؤك الجنة عند الله عز وجل. وفي حديث ثاني: من حج ولم يفسق ولم يرفث عاد كيوم ولدته أمه بلا ذنوب. إضاء الحج في اجتماع المسلمين من كل مكان، وتعارفهم وتعاونهم وتودهم ومحبتهم. هنا هذا المكان زي ما احنا شايفين الحجاج يمشون بعد يوم عرفة، أو رايحين بقى رمي الجمرات، وهذه الخيام التي يبات فيها المسلمون في منى ومزدلفة، هذه الخيام أماكن الحج. أصل كل فقرة من العمود ألف بما يناسبها من العمود باء. يصوم المسلمون في شهر رمضان. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يحج المسلمون في شهر ذي الحجة.
أكمل الفراغ بما يناسبه. شرف الله تعالى المملكة العربية السعودية وكرمها بأن تكون رعية الحرمين. نقول هنا المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، شمالكم كبيرة كده عشان تشوفوها وتكتبوها. وكرمها بأن تكون رعية الحرمين الشريفين، وهي تفخر بخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين بمكة المكرمة وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، بالتعاون مع مجموعات تعد ثلاثة من جهود الوطن في خدمة الحجاج. أول حاجة تقديم الخدمات الصحية، هذه خدمة كبيرة بتقدمها المملكة للحجاج. تقديم السكن والمواصلات اللي هيركبوها، سكن يسكنوا فيه ومواصلات. توفير المياه والأمن. وسبل الراحة. طبعا حاجات كتير بتتعمل، الخدمات الصحية، سكن، مواصلات، توفير المياه والأمن، توسعة الحرمين الشريفين ليتسع المكان للحجاج. يبقى احنا كده كتبنا الخدمات الصحية، مراكز صحية، سكن، مواصلات، قطار الحرمين الشريفين لخدمة الحجاج، مياه حوالي 6000 لتر يومية من زمزم لخدمة الحجاج، وسبل الراحة في كل شيء للحجاج. هنكتب هذه الأشياء في الجدول. طيب أنا عشان ما أطولش هصغر الخط شوية أول علشان يكفي. الركن الثاني من أركان الإسلام، أقول له إقام الصلاة، وعندي بعد كده صلاة التراويح، وعاوز الحاجات المرتبطة ببعض نحطها في جدول واحد. الأذان، السجود، صلاة الفجر، هكبرها شوية، نروح للركن الثالث إيتاء الزكاة اللي مرتبط به تعطى للفقراء. إخراج جزء من المال. الركن الرابع صوم رمضان مع السحور. بعدين الركن الخامس الحج، مكة المكرمة، عرفات في شهر ذي الحجة.
خلاص كده عشان ما نطولش، هتأكد بس كان في هنا حاجة بالنسبة لعرفات، مش مكة المكرمة، وعرفات بالنسبة للحج، شهر ذي الحجة، إقام الصلاة، صوم رمضان، السجود عرفات، الأذان، شهادة، بس كده تمام. يبقى خلصنا دول. ما معنى حج بيت الله الحرام؟ نكبر الخط شوية بقى عشان ايه تشوفوه. التوجه إلى مكة المكرمة في أشهر الحج، لأداء مناسك الحج تقربا إلى الله. أذكر الدليل، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج له فضائل، اذكر واحدة منها: دخول الجنة، والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا. ما تبخلوش علينا بالدعاء واللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بستنى دقيقة واحدة كده عشان اللي لسه بيخلص، وبعدين نمسح او توقفوا انتوا الفيديو عشان ما اطولش عليكم. خلاص، في رعاية الله.